اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نتمنى يلقاكم الفيديو بصحه وسلامه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا تتمه بلوغات ديال فود ريليشن. اليوم غنحضروا واحد الكيكه اللي هي من بلد بوليفيا. كيكه كتجي رائعه، مزيج ما بين المالح والحلو، اللي هي كيكه ديال الذره. يعني يمكن ناخذ الذره ونسلقوه ونشوفوا الطريقه كيفاش درنا ليه، ويمكن تاخذوا الذره ديال الحكاك اللي كنلقاو في لي سوبر مارشي. المهم المكونات الاساسيين ديال هذه الكيكه، هذه الذره طبعا، مايزينا، سكر، الخميره، الزبيب، النافع، البيض، الحليب، وطبعا الدقيق ما غنحتاجوش، يعني حيت غنديرو غير مايزينا، وجوج كيسان ديال الحليب والقليل من الملح. خليكم مع الفيديو ورجع لكم من بداو نقادو الخليط من بعد ما نطحنو المايس ديالنا. رجعت لكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتمنى انكم تبعتوا معنا المراحل. اول حاجه كنطحنوا المايس مزيان وكنخليه واحد الكميه بسيطه منه باش نزوقوا الكيكه ديالنا. كناخذوا واحد الملعقه ونصف ديال الخميره ديال الحلوه. هنا عندها الخميره باكيتي ديال 15 غرام، ولكن هي ما كديرهاش كامله، كدير ملعقه ونصف، كدير راس ديال ملعقه ديال الملحه، نصف كاس ديال السكر، جوج كيسان ديال الحليب، نصف كاس ديال الزيت، أربعة ديال البيضات، وكأس ديال مايزينا كتضيفو في الأخير كيف ما غتشوفوا معايا، والسكر طبعا كيف ما قلت لكم نصف كأس أو على حسب الذوق. من بعد كتضيف في الأخير كتضيف النافع والزبيب. هادو هما المكونات الأساسية والمقادير اللي كنحتاجو في هاد الكيكة اللي من بلد بوليفيا. كيف ما كتشوفوا غتخلط هذه المكونات كامله اللي سبق ذكرت لكم. كما قلت لكم غتضيف ليه النافع والزبيب، ومن بعد غادي تشعل الفران على درجه حراره 180 الفوق والتحت. غتخلي الفران يسخن 5 دقائق، من بعد تاخذ البلا ديال السيليكون او اي بلا عندكم، غدير فيه القليل من الزيت وغدهنوا بواحد البابيي، ومن بعد ضيف الخليط وتزوقوا بالمايس وديروا في الفران بما يطيب. ما كياخدش وقت كتير، وهاد الكيكة بدون دقيق فقط بكأس ديال مايزينا. نتمنى ان هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الوصفة اللي صراحة جديدة وغزالة بزاف، ونتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كنبغي نشكر المشاهدين الكرام لهاد القناة، وكنبغي دائما نقول لهم ان القناة بكم بلا بكم ما كتسوالو. نتمنى التشجيعات واللايك والاشتراك باش نستمروا، والى اللقاء فيديو جديد مع قناتكم حنان ام امير تيفي.